من مكتبة الإذاعة السورية. دائرة الدراما الإذاعية تقدم التمثيلية الإذاعية المخرجان المنفذان ربيع خزام وفراس عباس. التمثيلية الإذاعية الإخراج فاضل وفائي. عرق أخضر. التأليف بشرى عباس. يا طير سلم لي عسوريا عقلب ودعته بأراضيا بلاد الحنوني كل ما صلّي بلاد الحنوني كل ما صلّي بطلب يا ربي ضل حاميا يا طير سلم لي عذوريا يا شام يا شام يا شام ما بقدر حنيني اوصفه سر المحبة الناس كلها بتعرفه قلبي عنسمات هالغوط عربي وإلا عحبك عيوني ما غفو يا شام بكفي يا فلي بكفي حاجة وجعي قلوبنا حاجة خيتي شايف شايف يا أبو سليم هي بتغني ونسوانا بيبكو ونحنا منتحسر حاسس حالي مليان دمع مو ناقص صوتك يهزني يا فلة مو ناقص سامحوني سامحوني بس كل ما بتذكر بيتي وغراضي وجوزي المرحوم يلي اندفن بتراب الغوطة حس انه البكي صار عادي وبداله صرت عم غني لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبرك يا خالي فلة الله يصبرك نحن كلنا معك وكلنا عيلتك الله يبارك فيك يا سليم بس خسارتي كبيرة وما بتتعوض مزبوط والله معك حق ما في شي بسد فراغ شي تاني الزوج الآدمي ما بيقدر حدا ياخد مكانه بنوب اي والله مزبوط أختي أم سليم والمسكينة في اللي راح زوجها وسافرت بنتها سافرت؟ صح سافرت وما قبلت تاخدني معه نسيت تقولي هالجملة يا أم صالح لأنه جوزة ما بده يعني أنا حمل كبير كتير عليهم لا تقولي هيك يا فلي لا تقولي غلطانين صدقيني هني خسروا رضاكي وصوتك هالحلو يلي مونسنا وحياة تراب الغوطة يا فلي سعرك بسعر أختي وما بينقصك شي طالما نحن موجودين الله يخلي لي اياكم يا رب ويقدرني على مكافاتكم يلا قيمونا من الزعل والحزن بيكفي والله بيكفي معك حق يا أم صالح لهيك خلونا نقوم لحتى نحط عشا بمعية الوجوه الطيبة يلا اي والله بتعملوا زينة العقل ابعت لكم مرتي رولا حتى تساعدكم مرتك رولا والله ضحكتني امشي امشي أم صالح امشي يلا امشي أهلين سليم بيك شو؟ شبعت من جلسات المحبة والمودة مع أهلك؟ رجعنا على نفس القصة شبكي رولا قلتلك نحنا هيك حياتنا من طول عمرنا وقت كنا عايشين بالغوطة منجتمع ومنسهر سوا مع جيراننا بيت أبو صالح أيوة وأنا شو ذنبي أصفى لحالي كل الوقت؟ الحق عليكي أنتي اللي حابسة حالك هالحبسة روحي معي وتسلي وغيري جو شبك؟ لك تغيير جو شو؟
على أساس يعني عازمني على الربوة؟ كل القعدة مقت وذكريات. هي إذا ما غنت هديك المخرفة كمغنية وزادت جرعة الحزن كمان وكمان وخوض على تشليخ عاطفي. لا، أنت فعلا قليلة أدب وما بتستحي. اسمعي ولي، إذا تاني مرة بتجيبي سيرة خالي فلي على لسانك بدي قصه، فهمتي؟ طول بالك، مو محرزة القصة. بعدين عن جد يعني هيك بتحسها مو تمام؟ ما بتشوفها كيف بتضلك كل النهار سايحة بهالطرقات؟ ولك لأنها مقهورة وخاطرها مكسور. جوزها مات برصاص ابن عمه لأنه ما رضي يحمل سلاح ويقاتل ابن بلده، وبيتها فجروه بغراضه، وبنتها سافرت وتركتها للزمن. المسكينة بنهار بتطلع وبتمشي بلا وعي، وبالليل بتغني وبتبكي. حزنها فاض وما عاد عم تلاقي له حيلة ولا تصريفة. تصبح على خير أحسن شي. قدر، قدر يا سليم، قدر. هيك حظك من هالدنيا، زوجة ما فيها أحساس بنوب بنوب. تعبت والله، تعبت يا ابو صالح. مين سمعك؟ معك حق، وانا تعبت اكثر منك. معناتها تيو اترك من ايدك تنكة الباطون هي، وخلينا نروح ندخن شي سيجارة بهالجنينة هي. ايه والله صار بدها، وللحقيقة شغل الباطون ما عاد الا يا ابو سليم. كبرنا، شو بدك بالحكي؟ مجبر اخاك لا بطر يا ابو صالح. نعم نعم، بدنا نعيش لبينما نرجع الغوطة. يا الله كريم، الله كريم، منرجع وبترجع أراضينا خضراء. شرف شرف قدامي. شرف يلا. يلا يلا جاية يلا. مرحبا أم صالح. أهلين أم سليم، تفضلي. لا غير مرة، بس طبخت مفركت كوسة، قلت بتشاركونا من زادنا. الله يسلم إيديك ويزيد خيرك يا رب. لحظة لكن لأسكب لك مجدرة، هلأ قليتها بالزيت. آخ آخ على زيت الغوطة وزيتونة، شو اشتقت له. إيه والله معك حق، ما في مثل الزيت يلي بينعصر قدام عيونك ومن شجراتك كمان. شجراتنا؟ ليش قولتك ضل شجر؟ ايه يا حسرتي، معك حق. يلا فايتي اسكب لك مجدرة. صحنا يا عادم مرود وما أسر غايا. لك شو هالصوت الحلو؟ ايه والله كثير، صدقيني صوت ملائكي مو هيك يا جماعة؟ ايه والله معك حق. أهلين يا بنتي، والله ما كنت حاسب وجودكم حوالي. بس احنا حاسين، وعشنا مع صوتك أحلى اللحظات، وشهدنا على دموعك الغاليين. ما بقدر غني هالغنية بدون ما أبكي، بحس إنه كل سوري لازم يبكي وقت اللي يسمع. معك حق، هي مؤثرة كتير، وإنتي بصوتك ودموعك خليتي شدة تأثرنا فيها أكبر بكتير من قبل. شكراً يا بنتي، شكراً يا حبيبتي. خالي بدك شي؟ أماني إنتي بحاجة مصاري، لا تخجلي مني، أنا مثل بنتك. مصاري؟
لا 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 أبدا يا بنتي، أنا مو بحاجة شي، مستورة الحمد لله. جيراني بالغوطة ما تركوني أبدا وحنوا علي واستأجروا لي غرفة. ليش وين عيلتك؟ عيلتي؟ تسمعي بشي اسمه بلمح البصر؟ هيك أنا بلمح البصر راح كل شي. طولي بالك، بعين الله في كتار مثلك بهالبلد ونفس حالتك. على فكرة خالي، من بعد إذنك طبعا سجلت صوتك بفيديو كرمال الذكرى. ذكرى شو؟ لا هيئتي ولا منظري خرجي ينذكروا بالمستقبل. كلك بركة خالي. يا اهلا وسهلا بجيران الرضا، تفضلوا تفضلوا. بالمحلي تفضل. كيفك اختي صالح؟ اهلا وسهلا. ايه شو هالمجدرات؟ ايه ريتو الف صحه وهنا يا رب. شغله شغله صحه. معلومك ابو سليم ما بيحب الكوسه، لهيك لقى صحن المجدره دوا. صحه وهنا. من يوم يومه بابا ما بيحب الكوسه. اخ كان المرحوم ابو هبه يموت عليا. شو تذكرته اليوم وقت اللي بعتت لي ام سليم صحن المفركه. وحدي الله يا فلي، الف رحمه ونور تنزل على قبره لابو هبه. ليش منعرف وين قبره؟ حتى المكان الاخير له والي بهالحياه حرمونا منه. طولي بالك خالي طولي بالك. المهم روحوا معك بكل وقت مو هيك؟ والمهم انك عم تذكري وتدعي له بالرحمه. نيال روحه. ايه خلصنا بقى يا جماعه، قيمونا من هالسيرة. ما بدكن تضيفونا شي؟ ايه لكن تكرم عيونك، رح أعمل أحلى إبريق شاي. أخي أبو سليم شو رأيك نروح نشربها عند أبو نادر؟ والله جبتها. لأنه أبو نادر قاطعنا بفرد قطعة، لك إلي زمان ما شفته مشتاق له. الله يكون بعونه، الزلمة ما عم يلاقي شغل، من شي أسبوع صدفته وقال لي ولا مشتل رضي شغله عنده، قال لأنه مو قدرانين يدفعوا قرش زيادة. ايه والله مسكين ابو نادر، بيموت على الزراعة وريحة الارض. كلنا منعشق التراب ومنموت لنزرع عرق اخضر. للحقيقة كان المفروض يتأقلم مع الوضع، يعني مهندسين وطلاب جامعات كلهم عم يشتغلوا معنا بالباطون. معك حق يا ابو سليم، الانسان لازم يكون اقوى من الظروف او ما يخليها تقهره. وهلأ يا ابو صالح رح ضب لك شوية سكر ورز وبرغل، خدهم معك لعيلة أبو نادر، نحنا الله كافينا وما عنا أولاد. وأنا عندي بالبيت شوية طحين وكم ربطة معكرونة، والله هو اللي بيرزق. الله يعطيكم ليرضيكم، فعلا أبو نادر فقير كتير ومعتر وما بيعرف يشتغل إلا بالزراعة. واجبنا خالتي واجبنا، وأنا رح جيب من بيتي كم علبة محارم وكم لوح صابون. يلا قولوا يا رب. يلا تفضلوا يا جماعة. يلا تفضلوا. ما في شيء من واجبك. اهلا وسهلا يا جماعه يا جماعه، شو كل الاغراض؟ عليم الله خجلتوني. يا باطل يا باطل يا ابو نادر، لشو الخجل اخي لشو الخجل؟ يا ابو نادر نحن اخوه يا رجل، شبنا مو هيك ربونا اهالينا رحمه الله عليهم؟ راحوا ما شافوا هالايام السوداء يلي شفناها نحن اولادنا. الله معك حق. الارهاب يا بابا بس يضرب بمكان بيصير كاس مرار على كل الناس، مثله مثل الموت. ولكم مين يلي شربنا اياه؟ مين يا ابني يا سليم؟ شوية اولاد اعطوا ادنيهم لشيوخ الفتنة. اي والله هو يا ابو نادر يلي صار صار وما عاد يفيد لا الندم ولا الحكي. ليكو جيشنا قرب يطهر المنطقة يا زلمي. يا رب يا رب الله كريم. معقول رح نرجع على ارضنا؟ معقول ايدي هدول يعانقوا الارض ويزرعوا فيها العروق الخضراء والشتلات الغضة؟ رحمة الله على والدك يا أبو نادر، كان صيد بقدونساته واصل للبنان، وكان يبيع كل يوم لكل تجار سوق الهال بالأطنان. صدقت صدقت يا أبو سليم، لأنه الله كان منعم عليه أرضه كبيرة وعنده شغيل كتير. بترجع يا أبو نادر بترجع،
وبتعيد حكاية أبوك ومناكل من أرضك أحلى جاط تبولة. إن شاء الله. إيه الله كريم. الله كريم. الله كريم. الله كريم وأبو نادر. مين؟ أنا مرت عمي. أنا رولا. رولا خانم؟ إيه لأ، شو عدا ما بدا؟ جاي احكي كلمتين وامشي. إيه فوتي فوتي، بتحكيهم جوا ونحن عم نشرب القهوة. لا بدي قهوة ولا ضراب السخن، بدي تحلوا عني وبس. ليش مين مقرب ناحك يا بعدي؟ لتكوني عم تزفري إيديكي ومطبخك بعزايمنا كل يوم ومدريانين. ليش ما دريتي؟ زمان أول تحول مرت عمي، تحول واندفن الكنة، ما عادت خدامة لبيت حماها متل قبل. خرب بيتك. هلأ شو بدك؟ شو المطلوب؟ حقي شوف زوجي وحقي اسهر معه ويسهر معي. بعدين شو قصة هالغراض يلي آخدهم من البيت؟ ليكي نحن مو مجبورين بحدا. ايوة يخرب بيتك. ليكي وليه؟ مو هو بس أخد غراض من بيته، ونحن وبيت أبو صالح كمان، هدول مساعدة لقرايبنا أبو نادر، لأنه الزلمة مزنوق، الله لا يحوج حدا إلا لوجهه الكريم. ها وليش يعني نحن مو بحاجة مثلا؟ إيه زوجي عم يبق الدم كرمال يأمن بيته، مو كرمال بيوت الناس. والله نحن هيك متعودين، المستفضي بيساعد المحتاج، وإذا أنتي ربيانة ببيت ما في محبة ولا ألفة وأهلك ما عندهم حس بالفقرة فهي مصيبة. قصدك إنه أنا مصيبة ما هيك؟ أنا ما قلت هيك، بس الله الله بيعين ابني على ما بلاه. إيه ماشي يا مرت عمه، ماشي بخاطرك. ولك دربي سد ما يرد، بالناقص منك. العمى العمى شو قلنا لقيمة؟ ما تواخذيني يا أم صالح، اليوم ما طبخت شي لأنه بدني انهز وجسمي كله عم يرجف لحد هلأ، لهيك ما رح أقدر أسكب لك شي. خير خير إن شاء الله، شو صاير؟ من مقصوفة هالعمر كنتي يلي ما فيها خير، الله لا يوفقها. وشو عاملة هالمرة رولا خانم؟ فوتي فوتي لحتى أحكي لك. ولك يعدمني حظي على هيك كني، يعدمني حظي على هيك كني شرني. ولك اضرب أنا على هالعيشة، رح طق. أحسن شي قوم أعمل حوصة بالبيت. لا لا حوصة وأنا معصبة ما بدي، لازم روق بالأول. رح أفتح هالنت وأتسلى وشوف شو في أخبار. ناس رايحة وناس جاية، كله مستعجل إلا أنا. أنا بس يلي مو مستعجلة على شي، قاعدة بهالكراج وعم شوف الناس واتحسر. نيالك الرجال بإيده كومة كياس مليانه خضرة وفواكه وراجع فيهم لعند مرته وولاده. نيال المرة اللي راكده ركض قالت لحق طبخت بعد ما يخلص دوامه. ولك آخ يا عسرتي على حالي، لا كأني تجوزت ولا كأني خلفت. الله يرحمك يا أبو هبة، شو كنت سند لإلي. وانتي يا هبة الله يصلحك ويهديك يا بنتي. خالتي فلي شو عم تعملي هون؟ سليم قومي خالتي، قومي معي، قومي قومي. لا لا بكير
بكير لأرجع على البيت. مستوحش، خليني هون عم شوف الناس رايحة جاي. بس الدنيا شوب يا خالتي والشمس حدة كتير. قومي معي الله يوفقك، قومي يلا. انت خايف علي؟ تقبر قلبي شو حلون. قومي معي خالف اللي يلا، ما رح اتركك هون لوحدك بهالعجقة والحمى، يلا قومي. ماشي. شايف يا ابو سليم، شايف جنيني شو حلوية؟ سبحان الله، هالشجر العالي اللي قبالنا بتحسه خاشع وعم يسبح ربه كل الوقت. مو بس الشجر، ايه، وكل عرق أخضر بتتجلى فيه قدرة الرب، لابد ما يكون عم يسبح ربه كمان. صحيح. بتعرف أبو صالح اللي ما بصدق نخلص شغلنا لحتى أجي على هالجنين هاي. صدقت، وأنا مثلك، وهاد كله لأنه نحن متعودين على الخضار والشجر والأرض وريحة الأرض يا أبو سليم. أي والله، متعودين نزرع بإيدنا ويكبر هالزرع قبال عيوننا مثل ما يكبر أولادنا. قديش يا صاحبي إنك تنجبر وتحت تهديد السلاح بإنك تترك زرعاتك وشجراتك وموسمك كله. يا لطيف أبو سليم، اللي يا ترى الأرض إذا احترقت نتيجة المعارك يعني ممكن بعدين ترجع تنزرع معنا؟ يا أبو صالح، الأرض مثل قلب البني آدم. صح، القلب ممكن يتأذى من شي موقف صادم وممكن ينحرق ويتلوى من الألم. مزبوط. بس هي فترة وبيرجع بيرمم حاله بحاله وبيفتح بوابه وبيرجع قوي مثل ما كان. ايه، الأرض والقلب هاتنين يا أبو سليم ما منقدر نعيش بلاهن. ايه والله. يلا أخي، خلينا نرجع عالشقة وبكره هون أخاك لا بطر. لا بطر قلت لي. الله يفهم علينا عن قريب. حلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي بفي الطاحون. واللوزة والأرض وسمانا هوهني بلدنا وهوانا، زهر الأيام البخيلة حكيلي حكيلي حبيبي حكيلي. الله الله على هالإحساس يا فلة. يا الله يا الله، شو بتذكريني بطفولتي، وكل شي بتغني وبتقولي بذكرني بهديك الفترة وقت كنت نطوت من شجرة لشجرة. من زمان كنت غني وأنا عم بشتغل شغل بيتي، أيام ما كان عندي بيت وجوز وبنت، بس ما كنت أشعر بجمال صوتي إلا بعد ما فقدت كل شي. كأنه الحزن جمل لي صوتي أكتر وأكتر. زكاة القلب هو الحزن يا فلي، ما بتسمعي بهالقول؟ الحزن بيفجر كل الطاقات بالقلوب. غني لنا شي غني لأم كلثوم. إيه والله جاي عبالنا نسمع طرب ونروق. بس استني فيلي، لا تغني للقم الشاي وارجع، لا تغني لارجع. ها خلص خلص، ناطرينك يا عم صالح. يلا ناطرينك. شو كل هاد؟ شو هالدلال هذا كله؟ اه، بوشار وموالح وعصير، شو لصر ولخانو؟ احتفالا بقعدتك معي اليوم. صحيح، شو القصة سليم بيك؟ ادعي لحماتك معناتها، لانه هي اللي طلبت مني ما اجي اليوم لبيت عمي ابو صالح. امك؟ امك هيك طلبت منك؟ ايه امي. ليش مستغربة كل هالقد؟ وما قالت لك شي تاني عني؟ يعني مثلا حرضتك علي وقالت لك اني انا اللي طلبت منها انه يتركونا بحالنا؟ شو عم بسمع انا؟
انت طلبتي منها هالشي؟ لا لا شبك ما تعصب، عم قلك مثلا يعني. الله يطعمك تزعجيها بحرف، عم تفهمي؟ امرك صحيح. تعال لورجيك شو شفت على الفيس من يومين، وحدة الخالق الناطق فلا. وين شفتيها؟ ورجيني. شوف سلم على الغوطة وصحنايا عادم مرودومة وسرغايا عرستن وطرطوس. ولك هي فلة، ولك سليم هي فلة فلة. مو هيك بابا؟ مو هيك؟ وأنا عم أقول إنها فلة، وخاصة إني من يومين جبتها من نفس المكان. بس مين مصورها وناشرة على الموبايلات؟ هي صبية سمعت صوتها وأعجبت فيها، قام صورتها وانطرشت هالصورة طرش، لأنه فلة صوتها بيعقد وبيسحر كمان. إيه والله والله، وناقشت معك يا فلي بين يوم والتاني صرتي مشهورة. بابا هذا زمن الشهرة السريع، واللي بيتجاوز بسرعته البرق، لأنه ممكن تكون ماشي بالشارع ويبدر منك تصرف سلبي أو إيجابي، تاني نهار بتشوف حالك أشهر من نار على علم. هلأ بس تجي ورجيها حالها وقرأ لها التعليقات، خليها تفرح تفرح. آخ يا أبي، بحس إنه هيك مرة فقدت جوزها وبيتها وبنتها طلعت عاقة، مستحيل بقى تشعر بالفرح. مرة قريت شي كاتبه جبران خليل جبران بيقول فيه: حين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوما ما مصدر بهجتك. بالله هيك قال جبران؟ الله يرحمه شو كان حكيم. هالقول مو بس بينطبق على فلي وعلينا كمان يا ابني، نحن بكل وقت عم نبكي على الشيء اللي كان مفرحنا ايام زمان. صالح بصري لي. هاتي، يعني كتير حابة وجاي على بالك تعرفي شو بصير معنا بالمستقبل القريب؟ قولك بعرف إنه كذب المنجمون ولو صدقوا، بس هيك البني آدم بيتعلق بكل خبر حلو. والله أنا حابة خبر واحد بس اسمه قبل ما موت، هو الإعلان عن تحرير الغوطة. بدي أرجع للغوطة حتى لو كان بيتي على الأرض، أنا برجع وبعمره مع أبو صالح. وأنا مثلك، حلمي ترجع الغوطة كلها مثل زمان، هواها من نسمات السماء وترابها من تراب الجنة. أي والله، أصلاً لو ما كان فيها أثر رباني ما كانوا الناس بيتسابقوا ليقعدوا ببساتينا أيام الربيع مثل عروس بيوم عرسة. أي والله هيك كانت الغوطة من قبل. بصري وقليلي، رح نرجع ورح نزرع مثل الأول حتى لو ما شفتي هيك بالفنجان. هاتي لشوف، هاتي ورح نرجع إن شاء الله. مزبوط، قالت لي الصبية إنه صورتني للذكرى. بس يلي ما خبرتك فيه إنه نشرت المقطع على صفحتها. إيه والناس حبت الصوت وحبتك يا فلي. إيه والله، وطالعة بتجنني على الشاشة يا درسانة. يا عليكم، ضحكتونا بنص الحزن. لو أقرالك التعليقات يا خالي، الناس جانين بصوتك، قال من زمان كتير ما سمعوا بهيك خامة. هالبنت اللي صورتني باينة طيوبة ودافية كتير، قالت لي إذا بعازت شي قليلي، قلت لها في حوالي ناس أعز من أهلي ما خلوني أحتاج شي بالوقت اللي بنتي تخليت عني. أتاري الابن أو البنت أحيانا ممكن يكونوا أعداء أهاليهم وسبب تعاستهم بهالحياة. خلاص فلي، خلاص نسيها لبنتك بقى، كلنا معك ومنحبك كتير. مزبوط كلام أم سليم، كل أهلك وأخواتك، واللي بيصير عليك بيصير علينا. يلا بقى فلي، سمعينا شي غنية من غنياتك الحلوين. حاكم أنا اليوم مبسوط لأني سمعت خبر حلو. بالله؟
وشو هالخبر الحلو يا زوجي العزيز؟ كأنك صاير عم تخبي عني ما هيك؟ لك مو هيك يا أم صالح، مو هيك القصة، بس حابب سمع الخبر للكل لأنه خبر بهم الكل. خير إن شاء الله أبو صالح، هات لنشوف. يا جماعة، سمعت أنه في اتفاق رح يصير بين الدولة والمسلحين. أيوة، ورح يطلعوا على أثر المسلحين لغير مكان، يعني لبعيد، يعني في أمل نرجع على الغوطة يا جماعة. صلاة محمد، عم تحكي جد؟ لك هاي بتاز الغوطة. قولي لي 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 وأنا وفلي رح نساعدك. يلا فلي يلا. وبلشت أمي وفلة وأم صالح يزلغطوا يا رولا كأنه عرس. ايو على شو عم يزلغطوا؟ ما الغوطة مدمرة. ايه بترجع، بترجع إن شاء الله. صح بدها شغل وتعب بس بترجع. يعني بفهم من كلامك إنه أهلك رح يرجعوا على الغوطة حتى لو كان بيتهم مدمر؟ طبعا أكيد، بعدين مو بس أهلي، كل الناس رح ترجع، وأولهم أنا، قصدي أنا وإنتي. شو شو شو؟ عيد بالله عيد شو حكيت؟ أنا وياك بدنا نسكن بالغوطة؟ إيه لا حبيبي، ما حذرت أبدا. ما حذرت، بس أنا بدي أرجع وإنتي مرتي، والمرأة بتتبع جوزها. بتتبعه صح، بس مو لمكان كانت الحرب في دايرة من 7 سنين. أنت متخيل الخطر والألقام والخراب والبيوت المهدمة؟ شوف سليم، أنا من وقت قبلت اتزوجك على أساس رح نعيش كل عمرنا هون، محل مو أهلي أنا عايشين. بالنسبة للألغام اطمني، الجيش بيقوم بواجبه وما بيخلي أثر لطلقة فاضية بالأرض. وبالنسبة للخراب، هذا أسهل شيء إنه ترجعي تبنيه من أول وجديد. مستحيل وافق، أبداً أبداً أبداً، قول غير هالحكي. للأسف ما عندي غيره، أنت شاوري عقلك وبخاطرك، أنا رايح على شغلي هلأ. الله معك. أبشر أبشر يا أبو نادر، تكرم عينك يا رجل. والله هذا عشامي فيك، وكرمال الله لا تواخذني، بس الحقيقة بنتي وقعت عن الدرج وانكسرت إيدها وما معي مصاري جبلها دواء وشوية فيتامينات. عليها العافية، اتفضل، هاي اللي طلبتهم وفوقهم مبلغ صغير للبنوت الحلوة. شرف، يكتر خيرك يا طيب، الله يديمك ويديم عليك العافية. خلص بقى أبو نادر، خلصنا الناس لبعضها يا رجل، شبنا. راحوا بعيد ونسيوني. خالة فلة، لك دخيل هالصوت، أنا اشتقت لك كتير. أهلين حبيبتي، مو أنت الصبية اللي صورتني على موبايلة؟ أي أنا. الله يسامحك على هالعملة. بالعكس، لازم تشكريني، لأنه بعملتي هاي ممكن تصيري نجمة، ونجمة كبيرة كمان. والله ما عم بفهم شو عم تحكي، نجمة شو؟ رح أحكي لك وبالتفصيل، اسمعي. كملي يا فلي كملي، كلنا عم نسمعك. هو بلشت هالصبية تحكي عن اهتمام العالم بصوتي وبإحساسي بعد ما نشرت لي الفيديو وأنا عم غني فيه بالكراج، وأنا ما كنت حاسة على حالي. وقال تواصل مع واحد، يعني شو قالت لي صفته؟ ليكون مطرب مثلا. لا مو مطرب، يعني على هو ما فهمت منها إنه هو الشخص اللي بيتمنى المطربين بالمصاري. أيوة فهمت، منتج أو متعهد حفلات. ما منتج مزبوط، هي هيك قالت لي، وقال عجبه صوتي وبده يدعمني. كيف يعني يدعمك؟
يعني من ورا صوتها الشهرة والأموال رح تهبط على فلي والله العليم. هدول المنتجين بيتعهدوا ينتجوا أغاني للمطربين يلي بيعجبهم صوته، وهني كمان اللي بيسوقوها. طبعا المطرب ما عليه إلا يغني وبس. يا سلام. والله إذا هالشي يعني بيجيب لي مصاري ليش لا؟ أنا ما بقدر ضل عايشة عالي عليكم، مشان هيك عطيت عنوان بيتي. بتعرفي شغلة فلي؟ من طول عمري بقول هيك صوت حنون لازم كل الناس تسمعه. فعلا حرام يضلوا مخبى صوتك. الهيئة اجت الفرصة يا فلتنا، وأنا بدي هالفرصة وعم ادعي لها تجي من زمان. ايه بكرة فلي بتصير غنية وبتنشغل عنه وبتنسانا. ايه والله وبدنا نخسرك يا فلي. لا ما بتعمله. انتو غلطانين، الأيام تثبت لكم مين هي فلي. شو سليم بيك؟ ما في سهرة اليوم؟ لا والله ما في سهرة، لأنه بابا وعمي أبو صالح راحوا يسهروا عند أبو نادر. إيه كتر خير الله يلي هداهم يزوروا أبو نادر كرمال شوفك. طيب مو الحق عليكي، بقلك تعي روحي معي، أنت ما بتقبلي. أنا ما بحب هالأجواء، بعدين كلهم كبار بالعمر ومالي خلق على أحاديثهم أبدا. صدقيني يا رولا، القعدة مع الكبار بالعمر بتسر القلب. أخو مرأي أنت شي، عم قلك ما بحب قعدة الختايرة. قولي ما بحب أهلك، لأنه ليكن أبوكي وأمك أكبر من أهلي، ومع ذلك بتموتي لتروحي لعندهم. لا مو هيك القصة، بس أنا بدي إياك لحالي، بدي عيش معك كل العمر بدون نكد اللي حوالينا. المعادلة مستحيلة الحل، الكنة وبيت الأحمى مو ممكن نلاقي لعلاقتهم مخرج ولا تصريفة. صراع أزلي ما هيك، وكل واحد بده يشد الحاف ناحه. ايه قومي حطي لي عشاء، جوعان. من عيوني يا حبيب قلبي، يا عمري أنت. يا ربي دخيلك، معقول؟ شو هالخبر اللي طالع على التلفزيون؟ عاجل؟ غدا موعد خروج مسلحي الغوطة. ما عم صدق، ما عم صدق. لو ما اتصل وبشر أبي والله بيطير عقله إذا بيسمع بهالخبر. اليوم ندق الباب، أنا فكرت حدا منكم جايب لي شي صحن أكل مثل عوايدكم، بس طلعت غلطانة. ليش خير؟ مين إجاك لكان؟ شاب لابس لبس مرتب وطلب يحكي معي وقال إنه هو المنتج. ها؟ إجا أخيرا؟ إيه وشو صار بعدين؟ قال بكرة بدها تبلش شغلة هيك، قال لي اسمها بس نسيت، كأنه جرافات يعني أو هيك شي ما بعرف. بروفات بروفات، الله عليك يا خالتي فلي شو إنك مهضومة. وشو بقى هاي اللي حكت عنها ابني؟ بروفا، هاي بروفا بتنعمل قبل عرض أي شي، يعني كيف بدي أشرح لكم مثل تدريب. أيوة. وإنتي بكرة بدك تروحي؟ على 10 الصبح رح يجوا ياخدوني. وقال لحتى أطمن أكتر عطاني الشاب كرته وقال لي خليه معك، وأنا جبته هلأ كرمال عطيكن يا منشان يعني إذا طولت تسألوا عني. كتير منيح، خير ما عملتي، وإذا بدك أنا بروح معك. إيه ابني روح معها، معليش منطمن عليها أكتر. الله يخلي لي ياكم يا طيبين. ها اجت الكهرباء، خلونا نشوف شو صار بالأخبار، أكيد بيكونوا المسلحين طلعوا. يا رب يا رب تجعل رجعتنا قريبة. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. نعم نعم شو قلت؟ مثل ما عم قلك، بكرة رايح مع أبي وأبو صالح وأبو نادر نستفقد بيوتنا بالغوطة بعد ما أمن الجيش المنطقة من المسلحين والألغام. إيه وشو بفهم من كلامك؟ افهمي إنه أنا رح أرجع على ضيعتي وعلى بيتي اللي عمرته كرمال اتجوز فيه إنسانة تعيش معي وتتحمل ظرفي. لك عن أي بيت عم تحكي؟ لك بيكون صار على الأرض. ولك لو صار تحت الأرض برجع بعمره من أول وجديد. وأنا ما بقدر أترك أهلي. براحتي خليكي عندهم إذا. Thank you.
يا حرام يا حرام يا حرام على هالدمار. بيتي رايح نصه يا جماعة، وأنا صاير مثلك يا أبو سليم. احمدوا الله يا جماعة الخير، نص البيت ولا كله. شوفوا بيتي على الأرض يا لطيف. على الأرض أخ يا حظي أخ، على الدنيا شو قليل. طول بالك عمي أبو نادر، طول بالك، وكل الله. لا إله إلا الله. بس كيف؟ من وين بدي أمن مصاري كرمال عمر بيتي من جديد؟ نحن منعاونك، نحن منعاونك باللي منقدر عليه. مزبوط. اسمع يا أبو نادر، أول شيء منزبط بيوتنا، بعدين منعطيك غرفة بتدبر حالك فيها مع عيالك، لبينما نجمع مبلغ ونجيب لك مواد، وإيدنا وإيدك إن شاء الله منعمر بيتك. صار عنا خبرة بالعمار، ما هيك أبو سليم؟ والله عندك العيب يا أبو صالح. كل عمرهم أهل الغوطة أهل نخوة وكرم لبعضهم. اي والله مزبوط. صحيح صحيح صحيح. رح نشتاق للحارة يلي عشنا فيها 7 سنين، مو هيك يا أم سليم؟ أكيد، ما هالحارة جزء من حبيبتنا الشام. واليوم رح تتركوها وترجعوا على الغوطة. يا ريت أفلي كانت معنا، كنا انطربنا بصوتها وهي عم تغني يا طير سلم لي عسوريا. فلي ايه والله اصيل هالفلي، ايه والله. شفت شو عملت؟ عطتنا كل المصاري اللي دفعوا لها اياها الشركه كسلفي اولى. ايه والله. وفكت زنقه الكل وسرعت رجعتنا، وخاصه ابو نادر عطته المبلغ الاكبر لانها بتعرفه صاحب عيله وفقير وبيته بالارض. الله يعوض عليك يا فلي. امين يا رب. ها ليكو اجا سليم. سليم لوحدك؟ وين مرتك رولا؟ رولا ما بدها ترجع معي، قال ما بتقدر تعيش إلا بين أهلها. يو مو معقول، شو هالحكي هاد؟ ايه تصطفل يا أم سليم، ما منقدر نلومها، كل إنسان بيحب المكان يلي عاش فيه. لا مو صحيح هالحكي أخي أبو سليم، وغلطان كتير رولا بهالشي، لأنه شو المعظمية وشو جوبر، شو الغوطة وشو الشغور، شو حمص وشو دير الزور، كلنا عايشين بأرض وحدي اسمها سوريا. شبنا هذا الكلام يلي من ذهب، بس هي حجة. رولا وحدة أنانية وما بتفكر إلا بحالها، وأنا متوقع منها هالشي. معلش ابني معلش، لا تزعل، بكرة ربنا بيعوضك بالأحسن. قيمونا من سيرتها هلا، ويلا يلا الغوطة ناطرتنا، وأرضها يلي متشوقة لنزرع فيها العرق الأخضر بتكون ناطرتنا كمان. آخ شو اشتقت لها، ما أنا مصدق أوصل. سليم هاتي هالشتلات خلصت حفر. يلا يلا جاي، خد هاي أحلى عرق أخضر من إيدي، شقه بهالأرض خليه يكبر. يا نادي الحنوني. عرق أخضر. التأليف بشرى عباس. التمثيلية الإذاعية المخرجان المنفذان ربيع خزام وفراس عباس. التمثيلية الإذاعية الإخراج فاضل وفائي.